احنا بعيد خالص. سؤال يا فندم، امتى حضرتك ما نستوردش حاجات من الصين؟ امتى ما نستوردش حاجات من الصين؟ لما ننتج، لما نشتغل زي ما الصينيين بيشتغلوا. شايف يا فندم المنتجات المصريه؟ الصينيين بيشتغلوا 20 ساعه في اليوم. ايوه، وما بيفكروش غير طول الوقت بيسابقوا العالم، بيسابقوا العالم عشان يتفوقوا علينا. لو احنا قاعدين ومريحين هنفضل نستورد. شايف يا فندم، شايف الحاجه المنتجات المصريه كروشيه برضه، وبعدين نشوف العالم محتاج ايه وننتج لهم، مش ننتج الحاجات اللي احنا متعودين عليها. احنا بنطرش برضه وبننتج حاجات كتير وبتاع. هل ممكن الحكومه تصدر قرار ممنوع الاستيراد من الخارج؟ هو وزاره الصناعه منعت استيراد المنتجات التراثيه اللي هي زي فوانيس رمضان وزي الفساتين الفرعوني. دي خطوه كويسه يا فندم، ايجابيه، اللي احنا نشتغل وننتج حاجات صناعه مصريه دلوقتي بالتاكيد.